السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا اليوم السي الحسن الى كنتي في الى كنتي كتسمعنا رينا لي زفت انا كاع شي واحد من صحاب الكهرباء انهم يقطعوا واحد الكابل اللي راه قريبه ليه العافيه. هذا الحريق المهول بالمركز الصحي القديم ما فهمتش انا شكون اللي شعل هاد العافيه. هاد المستشفى مهجور واش داروها بالعافيه. حريق مهول بجماعة والمس المركز الصحي القديم. هنا الدور ديال المنتخبون فين هو؟ فين هي البومبية؟ ما كايناش عندنا في والمس واخا هي طرحت عدة دورات تطيح هاد البناية هادي كما كتشوفوا. واخا الثلج كيطيح من والو ما قدا فيها والو. كنتمنى شي واحد من صحاب الكهرباء انهم يجي يقطع الضو لحقاش واحد الكابلي راه قريب بالعاني يا خويا. هادشي لا ما ساكن حتى واحد. انا ما ساكن حتى واحد. هادشي راه دار بالعاني لحقاش. هادي مهجوره. هاد البنايه مهجوره وكيفاش تشعل كيفاش تشعلات العافيه ما فهمناش. هنا غيبان الدور ديال المجلس الجماعي. ما كاين عندنا لا بومبيا لا حتى حاجه. راه العافيه غاديه وكتجهد. السلامه. هذا الحريق بالمركز الصحي القديم ديال والمس. الوقاية المدنية ما عندناش في والمس. خاصها تجي من خميسات يعني خاصها تطيح هاد البناية وعاد يوصلوا لوالمس. كنتمنوا من السلطات المحلية انها تبلغ المكتب ديال الكهرباء لحقاش واحد الكابلي هو قريبة ليه العافية غادي
غادي تحرق، تقدر توقع شي كارثه. انا هذا شي واحد اللي شعل الضوء بالعاني، هو شعل العافيه بالعاني هنا في هذا المركز الصحي القديم، رغم التساقطات ديال الثلوج الان والو، العافيه غالبه. كما كتشاهدوا هاد الثلوج تبارك الله راه كطيح، رغم ذلك العافية غلبات على هذا المركز الصحي القديم ديال والماس، جامعة والماس. ما عرفناش شكون اللي شعل هاد العافية هادي، يعني الوقاية المدنية ما كايناش بجماعة والماس، يعني حتى طيح هاد البناية تيموت اللي غيموت، ولا يوقع اللي غيوقع، وعاد غد تحضر الوقاية المدنية بعد ساعة 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 ونصف ديال الطريق ولا جوج سوايع، خاصها تجي من عملات خميسات. السلطات المحلية وعاد جات، ولكن فينا هي راه خاصها الوقايه المدنيه هي الاولى اللي تكون حاضره. هلا السلطات المحليه راه حاضره، ولكن الوقايه المدنيه، عليكم السلام، الوقايه المدنيه راه ما كايناش، خاصها جوج سوايع باش تجي من الخميسات. راه مباشر سي حسن، الكاب اللي قريب تعطو الضوء. صافي، ما عرفناش شكون هذا الفاعل هذا اللي دار هذه الفعله هذه. دابا شي واحد تيسخن تما، ها؟ شي واحد تيسخن ليه؟ كما كتشاهدوا هانتوما، يعني العافية شدات فيه كامل، يعني مشى هذا المركز الصحي مشى كامل. هانتوما شو العافية فين واصلة، ها ملي كتخرج عاوتاني، وتبارك الله رغم هانتوما رغم التساقطات ديال الثلوج، هانتوما الماء مع الضو والو. يا سلام، كما كتشاهدوا معنا هذا الحريق المهول بمركز الصحي القديم.
جماعة والمس. السلطة المحلية حاضرة غا كتصور، يعني الوقاية المدنية راه خاصها تجي من خميسات. رغم التساقطات الثلجيه راه العافيه مجهده بزاف كاع. ها انتم كما كتشاهدوا، واو برد. ما عرفناش واش كان شي واحد كيسخن هنا، واش شي واحد دارها بالعاني، ما عرفناش اسباب الحرق كيفاش. لا الدورة تقطع، الدورة قطعوا. السلطات المحلية راه حاضرة، وصحاب المكتب الكهرباء راه حاضرين، كلشي حاضر إلا الوقاية المدنية اللي ما حاضراش. مشى مشى مكان. العافيه مجهده، اكو كان الثلج غيطفيها. رغم التساقطات الثلجيه والعافيه غالبه. واو دابا الطريب دابا كامل. الوقاية المدنية مازال ما غتوصلش هنا على زوج سوايع.
البنايه مهجوره راه ما فيها حتى شي واحد، ما عرفتش كيفاش تسعلات العافيه، واش كان شي واحد كيسخن حداها واش شي واحد لح العافيه بالعاني، ما عرفناش كيفاش. الاسباب ديال الحريق كتبقى مجهوله. تساقطت ديال الثلجيه الان، هانتوما نقربكم من الثلج، راه كيطيح الثلج دابا. السلطات المحليه راه حاضره، غياب تام للوقاية المدنية، خاصة تجي من خميسات، يعني جوج سوايع ديال الطريق وعاد باش تحضر. اخوي بخير غطبت كاملة. اه
راه ما كاين حتى شي حاجه. السلطه راه غير كتصور بالتليفون فقط، ما عندهم حتى شي وسيله باش انهم يطفيها ولا شي حاجه. السلطه المحليه راه حاضره كامله، الدرك الملكي، القوات المساعده، اعوان السلطه، ولكن غياب تام ديال البومبيه ما كايناش، الوقايه المدنيه ما حاضرش، يعني ما عندناش فوال ما خصها تجي من خميسة. وهاد القضية ديال الوقاية المدنية راه طرحات في المجلس الجماعي، ماشي غا مرة ماشي غا جوج وغافلين عليها. يعني الا تجاوب الله كان شي واحد لداخل غيجلس حتى تولي رماد. والعافيه شاده من الداخل ومن هنا بحالك بحال تخولي صانفك العافية راه كاينة من الداخل. شي واحد دار العافية بالعنيف ما يمكن. بغاو يحيدوه هاد السبيطار هذا، بغاو يلغيوه، تكون هاد السياسة ديال لاكعاك. لحقاش العافية فاش غتشعل غتشد غير من واحد البلاصة أو غتمشي، ماشي هي شاعلة من الداخل. لا عرفت جنبي وغنجب حتى واحد. مشاهدينا الكرام كما كتشاهدوا العافية راه شادة في البناية من الداخل من جميع الجوانب، مناش العافية هادي مشات لداخل. الأسباب ديال هاد الحركة كتبقى مجهولة، معرفتش السبب. هانتوما لحقاش العافية مشاتلاش من واحد الجانب، شادة في كلشي. ولكن انت راك ما كتسمعش اصلا، غاسير في رجال جيت فيها انت. كلمات لي يدي خايب كما قلت يا خويا، هذا شي بلان اللي طاح لهم في راسهم، بغاو يحيدوا هذه البنايه هذه باش يحيدوا عاوتاني هذه المنازل اللي كاينه هنا، باش عاوتاني يستغلوها يشوفوها لمن يعطيوها عاوتاني. هذا هو اللي كاين. اما هادشي بزاف على هذه العافيه هذه اللي شاعله دابا، راه بزاف. يعني العافيه شاده في كل شيء، بحال تخوات فيها البنزين ولا ما عرف شنو. العافية ما شدتها من واحد الجانب، شدة في السبيطار كامل. سلامة.